ومن أمام المحكمة الإقليمية العليا في برلين ينضم إلينا مراسلنا بشر أحمد. أهلا بك بشر. بشر، لنعود لبداية القضية، يعني من الجهة التي حركت هذه القضية؟ القضية بدأت عندما تعرف بعض الضحايا وذو الضحايا على المتهم هنا في ألمانيا في برلين بعد قدومه عام 2019 عن طريق لم الشمل. بعد ذلك قام هؤلاء بالتواصل مع حقوقيين سوريين يقيمون في ألمانيا وبناء هذه القضية مع بالتعاون مع محامين ألمان وتوجيه جميع الملفات للادعاء العام الألماني. بدأت القضية في شهر 8 من العام الماضي، واليوم ستغلق هذه القضية بالنطق بالحكم، وهذه فترة أو زمن قياسي يعتبر مقارنة بقضايا أخرى شهدناها في كوبلينز أو التي نشهدها حاليا في فرانكفورت. الادعاء العام طبعا يوجه إلى المتهم تهم بارتكاب جرائم حرب عندما أطلق في العام 2014 قذيفة من نوع RPG على تجمع للمدنيين كانوا يتلقون المساعدات في مخيم اليرموك. 28 جلسة استمعت فيها المحكمة للكثير من الشهادات من ضحايا، من ذوي ضحايا، من موجودين أثناء الحادثة، أيضا استمعت لخبراء في سواء الإصابات الحربية لأن بعض الشهود مصابين وما زالت الشظايا في أجسادهم، أيضا خبراء بالأسلحة، خبراء في المواقع الجغرافية حددوا مكان الحادثة في ساحة الريجة في مخيم اليرموك. واليوم سيتم النطق بالحكم. طبعا الادعاء يطالب بإنزال أقصى عقوبة بالمتهم، أي المؤبد المشدد أو المؤبد، لكن المحامي المسؤول عن القضية طالب بإضافة صفة جريمة ضد الإنسانية إضافة لصفة جريمة الحرب لأنها تأتي في سياق السلوك الممنهج للنظام بالحرب الإبادة ضد المدنيين السوريين. هذا مستبعد لأن العمل على هذا الملف سيستغرق وقت أكثر وملفات أكثر وشهود أكثر، لكن يمكن الاستئناس بالحكم الذي سيصدر اليوم ويرجح أنه سيكون مؤبدا، يمكن الاستئناس به وبما جرى في ملف كوبلينز وما يجري الآن في فرانكفورت لبناء هذا الملف في قضايا لاحقة. نعم بشر، أنت الآن أمام المحكمة، هل بدأت الجلسة؟ الجلسة ستبدأ بعد نصف ساعة، حددتها المحكمة في الساعة 12 بتوقيت برلين. ننتظر الآن ورائي كما تشاهدون بعض ذوي الضحايا وبعض الشهود سيدخلون الآن إلى قاعة المحكمة وسنوافيكم بالأخبار فور النطق بالحكم. طبعا بعد النطق بالحكم سيكون هناك شرح للحكم الصادر وبالتالي سيستغرق الأمر ساعات بعد النطق بالحكم. نعم شكرا جزيلا لك، كنت معنا بشر أحمد من أمام المحكمة الإقليمية العليا في برلين.